الخط العربي فن وتصميم للحروف بطريقة هندسية لتبدو وكأنها لوحات مزخرفة، ولا يقتصر تعلم هذا الفن على البلدان العربية فحسب، فهو حاضر في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في كاليفورنيا بفضل الطبيب الجراح الدكتور ناهض حسنية الشغوف بالخطوط، والذي أسس موقعا إلكترونيا لتعليم ونشر ثقافة الخط العربي. مستشرقين بيعتبروا الخط العربي أو الحرف العربي هو أجمل الخطوط في اللغات جميعا، فهو فن راقي جدا ويحب تعلمه كثير من الناس بغض النظر عن جنسيتهم أو ديانتهم أو الثقافة تبعتهم. ففكرت أنه لازم يكون في طريقة تهيئ درس أو تعليم الخط العربي بصورة سهلة وين ما يكون هذا الشخص موجود في أي وقت محتاجه. فإجت فكرة الويب سايت، وبالتالي ممكن شخص في ألاسكا ولا شخص في جنوب أفريقيا أو شخص في أستراليا يفتح الكمبيوتر ويحضر الدرس، وإذا نعس أو تعب ممكن يأجل ويكمل بعدين. عبر موقع خطاط أونلاين من السهل تعلم الخطوط الستة الرئيسية بمجرد اتباع الشروط المطلوبة. في الويب سايت أنا حاطط شروط، إذا تعرف مقاسات الخط، زاوية القلم، نوع الورق، نوع الحبر، وتتعلم قواعد الخط، هذا بيخليك تتقن الخط حوالي 70-80%. ال15-20% اللي بتضل هاي لها علاقة بالموهبة طبعا. I'm currently in Arabic class in college and wanted to further my Arabic skills, writing skills, and I wanted to find calligraphy classes online, and I found Khattat online and started with the first course, which is Rukya. I started following Dr. Hassania Calligraphy on Instagram and contacted him directly and was able to get one-on-one sessions with him to better my calligraphy skills.